نابلسي بيقول ترجع تستقبل الانسولين تاني. ايوه، ما هو انت بترجع تاني طبيعي جدا ومفيش اي مشكله خالص، ولكن المشكله الرئيسيه انك انت بتهمل، ما بتستمرش على النظام الغذائي اللي انت بتعمله. دكتور، عندي دهون على الكبد، كوليسترول ودهون ثلاثيه، انا كنت بسال ان ضغطي 140 على 90. طبعا يفضل ينزل عن كده، تشرب الكركديه والثوم والحاجات دي كلها بتبقى حاجات مفيده جدا. مريض سكر نوع تاني 135 بعد الفطار، يعني مريض سكر، احلى مليون لايك يا مي، انا ضغطي بيرتفع في الليل رغم شرب دواء الضغط. يبقى نغير المواعيد، يعني انا باخد الدواء اخده بالليل، وبعدين ممكن يكون قوة الدواء اللي انت بتاخده ما يكونش الدواء قوي، يعني ما يكونش الدواء قوي معاك، يعني ممكن الضغط نفسه من الحاجات اللي يكون الدواء انت بتاخد 5 مللي محتاج 10 مللي، محتاج تغير النوع خالص. ضغط 140 على 90 دايما قلنا ان هو لو مستمر وما عندكش اي اعراض، ما عندكش اي مشاكل، اتس اوكي، ما فيش مشكله. ممكن الحاله دي بالمشي ونزول الوزن والحاجات الطبيعيه ممكن يبقى يتظبط معانا. الحين بنفطر يا دكتور، اذان عندنا في السعوديه. انت في الرياض، جده لسه، جده الخمسه وثلث، يعني سته وثلث في جده. جده بيفطروا الساعه 6:45 دقيقه. صفر الشهري بيقول الحديد مرتفع عندي جدا. طبعا الحديد مرتفع ده خطر جدا، لان ده علامة التهاب شديدة. يعني ايام كورونا كان الحديد لما بيرتفع يقول لك ده عنده الحديد 2000، اللي عنده الحديد 500. كل الحاجات اللي زي دي بتبقى خطر جدا، عشان كده لازم نقلل من ارتفاع الحديد يا جماعة. الحديد ما يرتفعش ارجوكم، لازم ابحث، لازم ادور، لان ده بيسموه الاكيوت فيز رياكتنت. اكيوت فيز رياكتنت يعني ايه؟ يعني يطلع مع اي التهابات تحصل في الجسم، زي الكورونا كانت بتعمل التهاب شديد في الرئه، التهاب رئوي، فكان يعلى معاها يبقى 2003 الفريتين المخزون. فبرضه عايزين نعرف هو عالي عندك قد ايه. الجارديانس هل يسبب التهاب بكتيري؟ طبعا الجارديانس من الحاجات اللي بتطلع السكر عن طريق البول، فالبكتيريا بتحب السكر، فممكن يحصل ان ايه، ان الجارديانس في الحاله دي لو انت مش مظبط سكرك ممكن يعمل، مش هو اللي هيعمل البكتيريا، لا ده هو عشان بيخرج السكر عن طريق البول، فيعني مش الدواء السبب في البكتيريا اللي بتحصل، لا ده عشان السكر بيخرج عن طريق البول، فده السبب الرئيسي. سكر التراكمي 9 وباخد اماريل 2 وعندي التهاب اعصاب طرفيه، اشرب سكر قد ايه؟ يعني ايه اشرب سكر قد ايه؟ المفروض تشربش سكر خالص. ليه تشرب سكر اصلا؟ ابو المازن الشامي، ارفعوا الحلقه يا جماعه، انتوا لسه الى الان ما حدش رفع الحلقه خالص. هل السكر بيسبب عين السمكه في باطن القدم؟ عين السمكه في باطن القدم ممكن تسبب باي سبب، لكن السكر يعيق يخلي الشفاء منها صعب لو سكر عالي. ما تقريش فيها يا مي والنبي، لا عليك، يعني ما تقريش، احسن الجو يقلب صهاليل دلوقتي. دكتور الله يجازيك خير، انا فتيحه من المغرب، سكر الصايم في رمضان 260 بدون ادويه، وانا مريض سكر نوع تاني. طبعا عالي جدا، مفروض اساسا اتابع النظام الغذائي والاكل والشرب بتاعي، لان ده في حد ذاته خطر، فارجو ان انتوا تهتموا بالموضوع بجد. يعني مها ابتدى مي، ابتدت العواصف تبدا، اهو الهواء ابتدى، الشجر هيبدا يشتغل اهو. مريم عيسى علاج كتير وما رضيناش، بالعكس رضينا جدا. دكتور، متى يبدا تضرر الاعضاء لمريض السكر؟ دي بقى بتختلف يعني من الناس من واحد للتاني. فطبعا ممكن جدا بعد سنه بعد اتنين، وفي ناس بتقعد سنين، لان هي بتبدا في مراحل معينه، جينات معينه. يعني مثلا الوالد الوالده كان عندهم سكر، فانت بتبقى عرضه انك انت يجي لك السكر ده. ويجي لك التهاب الاعصاب اللي مع السكر، سوري، يعني انت بيجي لك نوع